كما كتابعوا معنا متابعي قناة شوف تيفي من أمام محكمة الاستئناف من هنا من مكناس اللي في اتباع وفي متابعة في التغطية ديال الأطوار ديال القضية ديال المقتل المسن بمدينة الحاجب. الآن كنتابعوا خروج الشقيقة الثانية للمتهم وخروج كذلك شقيقها الثاني وخروج أشقاء ديالها الزوج. الآن كنشوفوا ها هي السيدة، خليكم معنا، ها هي الشقيقة الثانية ديال المتهمة الرئيسية في هذا الملف. هذا الآن تم يعني إطلاق سراحها هي والشخص الأول الأخ ديالها. الأخوين الآن خرجوا وبقات المتهمة الزوجة هي اللي بقات في القضية. الآن متابعي قناة شوف تيفي، لا لا ما كتجبدوا لا صداع لا والو أستاذي، حنا غير كنقلوا الخبر لأنه البارح كنا في صندوق خيم، داكشي علاش إطار التغطية. خليكم معنا متابعي قناة شوف تيفي. الآن خروج الأخ ديال الزوجة وكذلك خروج الزوج. شوف تيفي خويا، الله يجازيك حيت كانت عندنا تغطية يوم أمس. لا الله يسمحك، الحمد لله بلا شر، مازال عندنا متابعة معكم، عندنا متابعة معكم. علاش؟ الله الله يستر عليك، حنا كنديرو خدمتنا أستاذ، التغطية لهذا الخبر. لا الله يرحم الوالدين، الحق راه كاين الحق، كاين الحق، حنا في إطار المتابعة ديالنا الصحفية وحنا المباشر الآن والناس كيشوفونا. حنا كنتابعوا غير داكشي دار القضاء، القضاء خد المجرى ديالو في إطار المتابعة أستاذي، حنا ما كنديروش شي حاجة خارج على الإطار. صافي ماشي مشكل، ماشي خارج على الإطار أستاذي، كنديروا ما هو قانوني. قابلين؟ حنا كناخذوا التصوير ديال الحدث، حيت الحدث غادي تصوروا الحدث. أنا كناخذ، أنا ضارب لتحت، أنا ضارب لتحت، أنا كنصور لتحت، أنا أستاذي كنصور لتحت، ما واخدش الناس فاس، ما تخافش ما تخافش، كناخذوا لتحت، ما ناخذوش من جهة تما صافي. لا ناخذ شوف أصاحبي، شوف قول معايا وشوف شوف كندير، ما كنصوروش الناس فاس. متابعي قناة شوف تيفي، كنتوا معنا من أمام المحكمة ديال الاستئناف، محكمة الاستئناف هنا بمكناس كما لاحظتوا معنا. فالناس هنا منعونا انهم نصوروا الحدث، والان غننتقلوا للجهه الاخرى في اطار المتابعه ديالنا لهذا الملف. وكما كتشوفوا فبعض المحامين منعونا اننا نقوموا بالواجب ديالنا، والان غننتقلوا نرجعوا للباب ديال المحكمه باش تتابعوا الاطوار ديال هذه القضيه. خليكم معنا متابعي قناه شوف تيفي. الان كما تابعتوا معنا تم اطلاق سراح شخصين اللي هما شقيقين ديال المتهمه الرئيسيه في مقتل المسن بمدينه الحاجب اللي في العمر ديالو 69 سنه. والان غادي ناخذكم عند عائله احد المتهمين في هذا الملف. هذا كاين هنا الاخوال ديالو اللي حاضرين، كاين الخوال ديالو اللي حاضرين هنايا. السلام عليكم سيدي، شفتوا تابعتوا الاطوار ديال هذا ديال هذه المحاكمه والفصول ديالها اللي بدات اليوم، انطلقت اليوم كان اول يوم. كما سمعتوا فتم اطلاق سراح المتهم الاول. تفضل خذ الميكرو عافاك. تم اطلاق سراح المتهم الثاني، او عفوا كنعتذر الاخوان غير مع الجري ومع هذه. فتم اطلاق سراح الشقيقين ديال المتهمه الرئيسيه في الملف. والان بقى يعني باقي كنتسناو تفاصيل اخرى. كاين نتوما الولد ديالكم؟ الولد ديالنا هي باقي حتى هو لداخل، بقاش عافاك نشوفوك في الشمس. الولد ديالنا راه مشاكل في الباك. نتوما خوالو؟ خوالو. واخا نسمعوكم شويه الصوت عافاكم، قرب الميكرو عندك. لا الولد ديالنا راه مشاكل في السيكيورتي، خدام سيكيورتي. نتوما هو السيد؟ احنا احنا خوالو. ايه السيد درويش راه يسولوا عليه الحال كله، ما تيدير ما يقتل ما يدير حتى شي حاجه، يسولوا عليه الباطل، وهذا الشيء اللي كاين اخويا. نعم. الله ياخذ الحق. باقي العداله، باقي القانون غياخذ مجراه، باقي البحث الان، باقي في اطوار ديال البحث، باقي تم البحث التمهيدي مع هاد الناس. في انتظار الله ياخذ الحق، هذا الشيء اللي كنتمناو. كنشكركم، كنشكركم على التصريح ديالكم استاذي، شكرا. دائما متابعي قناه شوف تيفي من هنا من امام محكمه الاستئناف، انتم معنا على البث المباشر في متابعه اطوار هاد الواقعه اللي زعزعت الشارع هناك بمدينه الحاجب، واللي يوم امس كان يعني اعاده تمثيل الجريمه، واليوم فانطلاق المحاكمه، انطلاق المحاكمة اليوم. غادي نستودعكم الله في انتظار اننا في انتظار بث مباشر اخر، وشكرا لكم.